طب اليوم نادين انت بتعمل عيد الميلاد عندك بالبيت، بتعزم العيله، بتعمل يعني بتعملي احتفال كثير كبير كثير كبير. المصاري، الشهره، النجوميه بتجيب السعاده؟ لا، المصاري والشهره والنجوميه ما بتجيب السعاده، مش هي السعاده بس الحقيقيه. بس بيكون في يعني في كثير عالم عندها مصاري وشهره ونجوميه ما لها سعيده بحياتها. جابت لك حساد؟ بتجيب حسد، بتجيب مشاكل، بتحطك تحت ضغط، بتجيب لك بريشر، بس كتر خير الله، لانه بالنهايه هذا شيء انا اخترته وانا عم بعمل مستحيل لحافظ عليه، وانا مبسوطه فيه وصار منه فيي، يعني ما بقى فيني اشتق عنه، صار ضمن حياتي وبنبسط فيه، وبالعكس بشكر ربي عليه كل يوم وكل لحظه وكل ثانيه، وبقدر كل شيء بيصير معي، ما بنق على هيدا الشيء على الرغم قد ما فيه سلبيات بس كمان فيه كثير ايجابيات.